السلام عليكم، تحياتي لك أستاذ وسام وجزيل الشكر على دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن، دورة رائعة وممتازة وغنية جدا في المعلومات. أنا حاليا إلي 7 أشهر بتداول بسوق الفوركس والذهب، إلا إنه بتداول بدون لا منطق ولا استراتيجية. دورتك ما شاء الله يعني استراتيجية مدعومة في منطق، وأهم ما في الموضوع كان إنها عبارة عن GPS للمتداول وين موقعه في السوق عند التداول. يعني خلال الفترة هاي حققت أرباح، لكن كان برضو في مقابلها خسائر. ومن ضمن الخسائر هاي هي إنه التداول عكس التيار، تحديد الموجة بالذات الدافعة يعني بتحطك في الموقع الصح للتداول في إنك تاخذ بيع أو شراء، بالإضافة إلى الصبر لاكتمال الموجات، والصبر بالتداول إشي مهم كتير. فجزيل الشكر إليك، وأنا بعرف أنا بالنسبة إلي أنا لسه في البداية، وراح تاخذ وقت لضبط الاستراتيجية، لكن أهم ما في الموضوع إنها استراتيجية مدعومة في منطق. فالله يجزيك الخير وكل التوفيق لك أستاذ وسام، شكرا. سير. السلام عليكم أستاذ وسام، أتقدم بخالص الشكر إلى سيادتكم على هذه الدورة، دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن، لما لها من منفعة على المتداول البسيط والمبتدئ. من مميزات هذه الدورة البساطة في الشرح بلغة يفهمها الجميع، لذا أهيب بجميع المتداولين الاشتراك في هذه الدورة، وتقبل خالص التحيات. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد في قناة العلم يعرف الكذب. سنقوم بتحديث تحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا هذه الأيام، لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، هذا هو رابطها سأضعه لكم في صندوق الوصف. في هذه القناة نضع آخر عروضنا، وهو الحصول على دورتين بسعر دورة واحدة، دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات فقط ب $197. سأضع لكم الرابط أسفل في التعليقات، هذا رابط تليجرام، خذوه كاملا، أنا الذي أجاوبكم مباشرة، فقط خذوا الرابط كاملا حتى لا يتم النصب عليكم أصدقائي. وكذلك يجب أن تعرفوا أننا كل من طلب منك الدفع بالكريبتو فهو نصب، نحن لا نقبل الدفع بالكريبتو، فقط باي بال أو الحساب البنكي. كذلك في القناة المجانية، قناة تليجرام المجانية، نضع أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، شهاداتهم صوت وصورة، صفقاتهم صوت وصورة لايف مباشرة، وهم يعني بدأوا الحمد لله يحققون أرباح قوية انطلاقا من الدورة. لا نعطي توصيات، هم يقومون بالتعلم ويطبقون ما تعلموه في الأسواق، والحمد لله يحققون أرباح رائعة. لذلك إذا أردتم تحقيق مثل هذه الأرباح، ما عليكم إلا الاشتراك في عروضنا، كما قلت سأضع لكم رابط أسفل في التعليقات. لا تنسوا الذهاب كذلك إلى الموقع biprowavetrader.com، فيه مقالات يمكنكم قراءتها، فيه كتب مجانية يمكنكم تحملها مثل الدليل الأساسي للشموع اليابانية، فقط تضغط على إبدال المجانية تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع أنت المسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. لذلك كل ما نطلب منك هو أن تراقب تشاهد، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دوراتنا التدريبية. طيب، البيتكوين، إلى أين يتجه البيتكوين؟ نحن الآن في منطقة مهمة جدا. لماذا؟ إذا كان هذا رانين فلات، إذا كان هذا رانين فلات فالبيتكوين سيصعد. إذا لم يكن هذا رانين فلات، البيتكوين سينزل لكسر القاع ثم يصعد. في جميع الأحوال نحن نتوقع صعود استثماري للبيتكوين، صعود على المدى الطويل، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وكنا قد شرحناها مرارا وتكرارا، هو أن يأتي البيتكوين إلى هنا
ويبدأ بتصحيح كبير، يكسر لك مستوى ال 28 ألف دولار ويبدأ بهذا التصحيح. ماذا يقول لي هذا التصحيح الكبير؟ يقول لي أن هذا تصحيح كبير لكل هذه الموجة، مما يعني أنني سأحصل على مثل هذه الموجة هنا. هذه الحل الوحيد التي سنتوقع فيها نزول البيتكوين، غير ذلك، غير ذلك، سواء صعد البيتكوين الآن أو نزل كسر القاع ثم صعد، أو نزل كسر القاع، فنحن نتوقع دائما صعود البيتكوين. فقط الأهداف ستتغير، إذا كان رانين الهدف سيكون 161.8 فيبوناتشي، وإذا كان إكسباندين سيكون 127. يعني هذه أشياء أخرى داخلة في الاستراتيجية. طيب، مشكلتي الآن في هذه الموجة، هذه الموجة بنيتها ثلاثية 1 2 3 لحد الساعة، هناك نقص في الزخم، لكن ليس لدي نطاق هنا، مما يعني أن هناك احتمال أن يزور السعر هذه المنطقة، أو لاحظوا معي، ألا يمكن أن يكون هذا هو النطاق؟ وقد قلنا هذا الأمر، إذا كان هذا هو النطاق هذا رائع، إذا كان هذا هو النطاق على فريم اليومي، لاحظوا 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 لاحظوا، هذا هو النطاق إلى هنا. هكذا لاحظوا، إذا كان هذا نطاقا يمكن اعتبار هذا اختراق كاذب. جاء السعر لهنا ثم ارتد ثم جاء إلى هنا ثم صعد حتى أنه لم يقفل فوق هذا النطاق ثم ارتد. هذه هنا حرب بين المشتري والبائع، إذا بقي في هذه المنطقة وحدثت حركة قوية كسرت هذا النطاق، هذا يقول لصعود. وبما أنه سيكون لدي نطاق هنا، هناك 90% احتمال أن لا يعود السعر ليزور هذه المنطقة، لأن بها حرب، بها حرب بين المشترين والبائعين وتغلب المشترون، يعني أن البيج بوي دخل هنا. هذه أمور صعبة جدا أن تفهموها أصدقائي، لأنها تتعلق بالمنطق وتتعلق بمناطق دخول صناع السوق، لكن كل ما أريد كان تعريف أنه قد نكون في نطاق الآن. طيب، كيف سأتصرف مع هذا النطاق؟ ما هو هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. النطاق يجب أن يكون هناك، هذه منطقة النطاق. طيب، إذا تذكرتم قلنا أنه إذا كان هذا راني لن أتأكد إلا لما يكسر القمة، وهذا هو الخط 45874، هذا هو الخط الذي وضعته لكم، قلت لكم لا أستطيع الدخول من هنا، وإذا كنت أريد أن أكون أكثر أمانا أي أريد أن يتم كسر القمة قبل أن أقول خلاص أنا أتأكد، ولا تكون هناك دايفرجنس وأمور كثيرة تحدثنا عنها في الفيديو الماضي، أرجعوا إليه، لأنني قلت أنا ممكن تكون هذه منطقة تمركز أموال وينزل البيتكوين، وبالفعل هذا الذي وقع، نزل البيتكوين. بالتالي هل هذا إكسباندين؟ لا أستطيع التأكد إلا لما يبدأ يكسر القمة، لأنه في ناس راحت واشترت هنا لما قلت أنه هذا ممكن يكون راني، راحت واشترت هنا وتم ضرب خسارتي. لماذا؟ لأنهم لا يستمعون، لأنهم ليست لديهم استراتيجية، لا يستمعون للفيديو جيدا ولا يركزون، قلت لن أتأكد إلا بكسر هذه القمة وراحوا اشتروا، وأنا لا أعطيكم لا نصائح مالية ولا استثمارية. لماذا اشتريت إذا لم تكن لديك استراتيجية؟ لماذا ذهبت واشتريت؟ الناس التي تستعمل الشموع اليابانية، لاحظوا سيقول لك أن هذه، لاحظوا هذه الديول، كمية الديول هنا في الأربع ساعات سيبدأون بالشراء، خطأ فادح، بعد ذلك تم ضرب خسارتي. لا تعتمدوا على الشكل، اعتمدوا على البنية أصدقائي، اعتمدوا على البنية. ماذا قلت لكم؟ قلت لكم إذا كان هذا رنين أريد أن يصعد يكسر القمة، ومن هنا لا أريد أن أرى دايفرجنس، بوم السعر سيصعد. هل وقع ذلك الأمر؟ لا. إذا لسنا في صفقات، نحن كقناة العملاء في الكذب. طيب، الآن نزل وكسر، هل يمكن أن يكون هذا expanding؟ yes، ممكن أن يكون هذا expanding، بالتالي أحتاج أن يصعد يكسر القمة دون divergence، بوم، غير ذلك لست مهتمًا بالصعود. طيب، متى سأهتم بالنزول؟ اهتمامي بالنزول متى؟ عندما يأتي السعر هكذا ينزل إلى هنا ثم يصح، حتى تكون هذه موجة أولى، وهنا سأقول أوكي البيتكوين هو للنزول لكسر القاع، أي على الأقل كسر مستوى
$32,000 و859. هل ممكن يحدث هذا الاحتمال؟ لن أقول لك أنه ممكن إلى أن يحصل هذا التصحيح في هذه المنطقة، في منطقة النطاق، كسر النطاق أسفل أو فوقه، غير ذلك لست مهتما بالنزول. إذا نحن في نحن وسط النطاق الآن، نحن وسط النطاق على فريم يومي، وسط الحرب. بالتالي أنا البيتكوين لست مهتما به حاليا إلى أن يؤكد لي الصعود. إذا كان هذا expanding يؤكد لي الصعود بماذا؟ الصعود بالاختراق دون دايفرجنس. إذا كانت هناك دايفرجنس هناك استراتيجية معينة، إذا لم تكن هناك دايفرجنس من هنا بوم صعود إلى أين؟ إلى مستوى $69، ثم إلى مستوى ربما $80,000، لأنها عفوا 103 102 103,000 دولار، أي القمم أعلى أعلى، لأن هذا ماذا؟ نطاق على فريم اليوم. هل ممكن ينزل بيتكوين أكثر؟ ممكن ينزل بيتكوين أكثر إلى هنا؟ ممكن، لأن هذا نطاق كما قلنا على فريم اليوم. بالتالي الآن سننتظر لنرى ما الذي سيحدث، فقط لنرى ما الذي سيحدث. لكن منطقة التأكد بأن البيتكوين صاعد هي عندما يرجع يكسر مستوى 45,874، لأننا كنا ننتظر تصحيح أكبر من هذا التصحيح، وهذا تصحيح. هل ممكن ينزل أكثر؟ ممكن 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 ينزل هنا ثم يرجع، ممكن، ويكون هذا expanding flat، ممكن، وهو أكبر من هذا التصحيح. بالتالي ستصبح هذه موجة واحدة، وهذا تصحيح للصعود. بالتالي انتبهوا انتبهوا، التداول ليس سهل أصدقائي، التداول صعب جدا، انتبهوا من الأمر، التداول صعب جدا. إذا نزل وكسر هذه المنطقة، منطقة 40,000، وبدأ يصحح هنا، هنا سيختلف الأمر، هنا سيختلف الأمر. هذا يقول لي بيتكوين نازل لكسر القاع مرة أخيرة قبل الصعود، قبل الصعود. لأنه يعني هدفنا إذا تذكرتم قلنا هذه الحركة لست مهتما بها، هذه الحركة لست مهتما بها، أريد أن أرى تصحيحا قبل الصعود. أين؟ في هذه المنطقة التي هي هذا الجدار، آخر موجة دافعة التي في بها زيادة في الزخم، إذا تذكرتم وتتابعون معي، لدينا هذه الموجة وهذه الموجة، هذه الموجة أقوى زخما من هذه الموجة، وقلنا أن هذه الموجة ستكون جدار، جدار حائط لا يمكن تجاوزه بسهولة. والدليل هو ما حصل الآن، الدليل هو ما حصل. هل تعرفون، هل تظنون أنني أتحدث هكذا اعتباطا؟ أي كلمة تخرج من فمي لا تخرج إلا انطلاقا من تفكير معمق ومن دقة متناهية في تحليل الشارت، دقة متناهية في تحليل الشارت أصدقائي. فلا تظنون أنني أتحدث هكذا، أنا أعرف أنه أن هناك 70,000 شخص، 70,000 يعني 140,000 عين تنظر وينتظرون فقط خطأ، خطأ بسيط مني حتى تبدأ الانتقادات. اليوم أنت ملك، لكن غدا يمكن أن تكون يعني عبد. انتبهوا انتبهوا، ما نقوم به صعب جدا، ما نقوم به صعب جدا أصدقائي، وهناك ضغط كبير علينا، لأن في ناس تنتظر لك فقط خطأ بسيط. لذلك كل ما نقوله أصدقائي يأتي انطلاقا من تفكير عميق، وكل ما حدث الآن هذا السيناريو كنا نتوقعه وموجود في الفيديوهات أصدقائي، فقط راجعوها. لا تركزون، هذا مع الأسف يغضبني كثيرا أنكم لا تركزون، لأننا نعطيكم أشياء وأسرار لن تجدوها في أي مكان. أعطوني من يتابع معكم البيتكوين يوميا، يوميا يوميا دون خوف، نعطيكم تحليلاتنا، تحليلاتنا يوميا، والحمد لله كل يوم نثبت لكم جدارتنا في التحليل، كل يوم نثبت لكم جدارة التحليل الموجود والبرايس اكشن قوة هاتين المدرستين كل يوم. فانتبهوا، الآن نحن في نطاق، نحن في نطاق، الآن نحتاج إلى أن نرى قوة في كسر النطاق إلى الأعلى وإلى الأسفل. إذا كان إلى الأسفل أريد تصحيحا قبل قول أن هذا النزول، إذا كسر إلى الأعلى أحتاج إلى تكون هناك دايفرجنس أو أحتاج إلى تصحيح قبل الصعود فقط. إذا أصدقائي هذا وتحليلي للبيتكوين اليوم، أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات. لا تنسوا أن هدفنا هو أن نعلمكم
بالتالي أتمنى منكم أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع. فجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة. هذا العرض لن يتكرر، لن يتكرر. خذوا الرابط كاملا، هذا هو رابط التليجرام، خذوه كاملا، أنا الذي أجاوبكم مباشرة. لا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.